جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان لها خادمة غير مسلمة، هل يجوز لتلك الخادمة أن تغسل ملابس المعتدة؟ الخادمة غير مسلمة لا تجوز للمسلمين أن يستخدموا الكفرة من رجال ونساء، وأن يدخلوهم في بيوتهم ويطلعوهم على أسرارهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم وهم الكفار، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ألا يجوز للمسلمين أن يستقدموا الكفار إلى بلاد المسلمين وأن يدخلوهم في البيوت وأن يثقوا بهم ويطلعوهم على أسرارهم وعلى تربية أولادهم؟ لأنهم يبطلون العداوة والبغضاء للمسلمين ولا يألون جهدا في مضرة المسلمين. فعليها أن تبعد الخادمة الكافرة وأن تستقدم خادمة مسلمة يكون معها محامها يصونها ويتولى شؤونها وتقوم بالخدمة. هذا هو الضابط استخدام الخدم. نعم، جزاكم الله خيرا. وإذا كان وأما غسيل الثياب فلا بأس بذلك. إذا يعني غسل الثوب في حد ذاته ثوب طاهر، إذا غسله إنسان أو أصابه ماء حتى ولو من غير إنسان، لو نزل عليه المطر أو أصابه ماء طهور فأزال النجاسة فإنها تطهر بذلك، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية لأنها من باب التروك، فالمطلوب زوالها. فإذا زالت بأي وسيلة ولو بغسيل كافر فإنه يحصل المقصود. الحمد لله.